مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. صحه جديده للرؤيه المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 لتحويل التحديات الى فرص ومواجهه التعديات السلبيه والخطيره للازمه الاقتصاديه العالميه، والذي يعقد في توقيت هام. وقد ناقش المؤتمر اوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركه واسعه لنخبه من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء والمتخصصين، ويعتبر بمثابه مؤشر للنجاح في حد ذاته، ويعكس رؤية فاقدة للقيادة السياسية في التعامل والعمل على المواجهة بشكل علمي وعملي، وذلك من خلال إجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار في مصر، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات. لذلك فالآمال كبيرة من هذا المؤتمر الاقتصادي بأن يكون نقطة انطلاق قوية نحو مستقبل أفضل ومشرق، وفتح آفاق أوسع أمام الاقتصاد، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلاد، والعمل على مواجهة أي تحديات خارجية في الفترة الحالية. حول نتائج وتوصيات المؤتمر الاقتصادي في مصر 2022 وتحويل التحديات الى فرص، ده هيكون حوارنا النهارده في مساحه للراي مع ضيفي الكبير الدكتور حسن الصادي، استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره. مرحبا دكتور، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. خلينا نطلع مساحه للراي وبعد ذلك نطلع تقرير، بعد ذلك نفتح هذا الحوار في مساحتنا للراي لهذا اليوم، فابقوا معنا. التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، فضلا عن الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية، يأتي المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بتكليف ومشاركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مناقشة مستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة عدد من رجال الاقتصاد والمفكرين والخبراء المختصين. ويشير المراقبون أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي يأتي في توقيت مهم للغاية في ظل التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتتالية التي تأثر بها العالم ومن بينها مصر، مشيدين بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية التي ساهمت بشكل أساسي في إحياء العديد من الصناعات في مصر، والتي اندثرت بفضل عوامل سياسات الاعتماد على المنتجات المستوردة واللجوء إليها. وأيضا توجه الدولة إلى وضع حلول للحد من العجز في الميزان التجاري عن طريق مبادرات تشجيع الصناعة واستبدال المستورد بمنتج مصري، وكذلك تشجيع التصدير، حيث أوضح المراقبون أن هذه المرحلة تتطلب تحديد السياسات والآليات المقترح تفعيلها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو والتشغيل بصفته شريكا فاعلا في جهود التنمية المستدامة، مؤكدين أن المؤتمر الاقتصادي فرصة للتعرف على رؤية الخبراء حول أهمية دفع الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات في تخصيص الإنفاق العام والسياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، وكذلك تحديد ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، بالإضافة إلى السياسات والتدابير التي اتخذها صانع السياسات النقدية حول العالم لمواجهة التضخم، فضلا عن انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب عرض الجهود كافة والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار والوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة. ليعد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بمثابة فرصة ذهبية لعرض مصر لجهودها التنموية أمام المؤسسات الاقتصادية الدولية وأمام مجتمع الأعمال في تحقيق نجاحات كبيرة بإقامة العديد من المشروعات القومية العملاقة رغم التداعيات السلبية للأزمة العالمية. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره ثانيه برحب بضيفي الكبير الدكتور حسن الصادي، استاذ اقتصاديات التمويل بجامعه القاهره. خليني دكتور حسن في البدايه اتحدث عن هذا المؤتمر وانعقاد هذا المؤتمر
الآن في ظل ظرف يعني محلي وعالمي. محلي بمعنى أن هناك يعني أزمة اقتصادية بنعيشها كلنا كمصريين نتيجة أزمة دولية أو أزمة عالمية هي الحرب الأوكرانية الروسية. أهمية تناقض هذا المؤتمر في مصر هذا التوقيت دكتور حسن؟ بالتأكيد في أهمية كبيرة جدا لتناقض المؤتمر في الوقت دوت حتى يتم توضيح الأمور للناس، لأن الناس مستويات المعيشة بتنخفض وبتنخفض بشدة، القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري بقت صعبة جدا على المواطن المصري. المنتجات موجودة بس الأسعار مرتفعة جدا من كل حاجة، يعني من السلع الأساسية للسلع غير الأساسية، من العربيات للأساس للأجهزة الكهربائية للأكل والشرب اللحوم الخضار الفاكهة البيض كل الكلام ده كله العيش كل الكلام ده موجود بس التكلفة بتاعته ارتفعت جدا 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 بما لا تستطيع البادج بتاعت الأسر المصرية أو الميزانية بتاعت الأسر المصرية إن هي تتحمله، وبالتالي ابتدى المواطن المصري إن هو يشعر بنوع من أنواع الألم ونوع من انواع التدهور في مستويات المعيشه بتاعته، وده على فكره مش على مستوى الفقير بس، ده على مستوى الفقير والطبقه الوسطى والغني، ان هو كل واحد ما بقاش الدخل اللي كان بيكفيه قبل كده ما بقاش بيكفيه دلوقتي، والدرجه اكبر بكتير جدا من مستويات التضخم اللي موجوده في العالم، والدرجه اكبر بكتير جدا مما يعاني منه ان هم صناع الازمه ذات نفسهم. بالتالي كان لازم يبقى في مؤتمر، المؤتمر دوت لازم يطلع ويتكلم بشفافيه عن المشاكل اللي اثرت فيها الدوله المصريه من ايام الكورونا، اي الحرب الاوكرانيه الروسيه اللي بيحصل فيه سلاسل امداد على مستوى العالم، الضغوط اللي بتمارسها امريكا على الاقتصاد العالمي من خلال تصدير مجموعه من الصدمات في الاقتصاد العالمي اللي هي بتؤدي الى تهاوي الاقتصاد الاوروبي وفي محاوله للضغط على الاقتصاد الروسي والاقتصاد الصيني والاقتصاد الهندي، بحيث ان هي القوه الاقتصاديه اللي طالعه هي امريكا بتلعب دور صعب النشأة تبقى حاله نمو ضعيف، ده مش في حاله نمو ضعيف، ان هي بتحاول تضغط عليها ان هي توصل لحاله الانكماش. امريكا لما بتلعب الجيم دوت هو الجيم مش ملعوب على الصين بس، هو الجيم ملعوب على الصين وعلى اوروبا، لان لو اوروبا لو لعبت الجيم على الصين وسابت اوروبا في حالها اوروبا قد تضغى على امريكا، لان هو حجم الاقتصاد الاوروبي مناسب لحجم الاقتصاد الاوروبي. فكان لازم تطلع الحكومه المصريه وتطلع للناس بالذات الناس اللي هم محدودي الثقافه الاقتصاديه والماليه وثقافه الاعمال ان هي توضح لهم ايه الاسباب دوت. تمام. دكتور حسن خليني اتكلم يعني في الاقتصاد، قالت به اقتصاد دايما يقول لك يبقى في ازمه في الدوله مثلا لو هناك يعني حجم استثمارات مش كبير، او في ازمه في الاستثمارات نتيجه مثلا مشكلات معينه، يبقى في ازمه في الدوله لو الواردات اكتر من الصادرات يعني. وهنا عايز اتكلم على مساله الاستثمار، يعني في عندنا مشكله في الاستثمار طول الوقت، يعني بدايه حتى لما كنا بنتكلم على قانون الاستثمار واي نعم اتاخر وقلنا طيب ان ياتي متاخرا ثم اللائحه التنفيذيه للاستثمار. وهنا عايز اتكلم يعني ايه اللي بيخلي الاستثمار في مصر في حاله من الضبابية في مش بالشكل المطلوب رغم وجود دول في الجوار، مش عايز اقول يمكن ما توفر لهاش عوامل بنعيشها في مصر دلوقتي زي البنية التحتية فيما يخص المواصلات فيما يخص الطاقة فيما يخص امور كثيرة جدا قد تتوفر من هذه الدول. ايه اللي بيخلي الاستثمار عندنا بطيء خاصة الاستثمار الخارجي؟ معلش نحتاج بقى نتكلم بصراحة كبيرة قوي في الحتة دي، لأن الصورة مش واصلة لصنع القرار. الاستثمار الأجنبي، أنا كنت في الكويت وكنت من ضمن الناس اللي هم كانوا ساهموا في وضع القانون بتاع الاستثمار الأجنبي المباشر مش غير مباشر. غير مباشر ده الهوت ماني اللي كسرنا. اللي خرج. مش اللي خرج. اللي خرج الفترة اللي فاتت وكسرنا. اللي كسرنا. مش اللي خرج، الاستثمار بيخش عشان يخرج. لا هوت ماني ما فيش استثمار، كانت فلوس رايحة وجاية. بالظبط. ده 25 مليار اللي احنا اعترفنا بيهم، اللي احنا من أول ما ابتدينا نلاقي رئيس لجنه التخطيط والموازنه في مجلس الشعب في البرلمان بيقول ان احنا نجحنا ان احنا نخلي الهوت ماني مصدر من مصادر العمله الصعبه في مصر، واحنا بنلطم وبنصوت وبنقول انتوا بتعملوا ايه؟
دي كارثه، لان الهوكماني بيخش على مصالح قصيره الامد ولا يعبأ بمصلحه لا لا طبعا ارباح وفي هيت اند ران، هو بيشتغل كده هيت اند ران. هو مين هيت اند ران؟ المستثمر الإيثيكال؟ لا ولا الان إيثيكال؟ الان إيثيكال طبعا. علشان كده بنقول تاني وتالت ورابع ان الهوت ماني دوت يا جماعه في اغلبيته ديرتي ماني. ان شاء الله. والديرتي ماني بنسميه مسمى كده علشان يبقى ما نقدرش نكتبه ديرتي، فبنقول هوت ماني. بس دوت لا يهمه الا مصلحته. طيب نرجع نقول مين الاستثمار ما بيخشش. بص يا فندم، المستثمر ما ينفعش ان انا احط المستثمر قانون استثمار ولائحه تنفيذيه من وجهه نظري انا. انا لازم احطها من وجهه نظره هو. مش من وجهه نظري. طيب من وجهه نظرنا احنا الاثنين. من وجهه نظرنا احنا الاثنين انا ما بنزلش عن السياده بتاعتي وانا بحط القانون بتاع الاستثمار علشان اجذب المستثمر الاجنبي. تمام. اوكي؟ وبالتالي هم مين الشركاء التجاريين الاكبر اللي موجودين معايا؟ التجاريين مش الصناعيين. مين اللي انا بستورد منه بدرجه اكبر من اي حد تاني؟ هو دوت اللي انا اروح لازم اعمل له قانون استثمار يصب في اتجاهه او يمشي في اتجاهه ان هو بدل ما بيصدر لمنتج تام الصنع ان هو يجي يستثمر عندي وينتج المنتج دوت عندي في الدوله هنا بدل ما هو بيصدره لي. نمره واحد. تاني حاجه خاصه لو الماده الخام عندي، بالذات لو الماده الخام عندي ولو هجيب الماده الخام كمان معايا كمان. لان انا عندي سوق كبير جدا في 105 مليون وعليهم شويه 7 مليون من سوريا من سوريا على اليمن على ليبيا على الدول دي كلها اللي جم عندنا على السودان. فتتكلم في سوق في 110 مليون مستهلك. دي نمره واحد. نمره اثنين، عندك عماله رخيصه بس مشكلتها ان هي غير مدربه. فبالتالي انت عايز تجذب راس مال اجنبي مباشر لازم العماله بتاعتك دي تتدرب. لازم تبتدي تشتغل على معدلات الاميه اللامحدوده حتى اللي موجوده عند اساتذه الجامعه. مش الاميه، الاميه فكر. الاميه فكر مش انا بعرف افك عالميه يعني بكتب وبقرا مش انا بفك الخط. يا فرحتي بواحد بيعرف يفك الخط بس هو ما بيعرفش يفكر. تمام. وبالتالي ان انا لازم اركز على العنصر البشري اللي موجود عندي. ما هو المستثمر الاجنبي اللي هيجي يستثمر استثمار اجنبي مباشر هنا مش هيجي كمان معاه العماله. اكيد هو هيدور على العماله اللي كانت موجوده. وكان في لحظه مكاشفه قالها الرئيس وضحت للمستثمر الاجنبي قد ايه احنا متخلفين. ان هو لما تم عمل مسابقه علشان كنا عايزين 30,000 مبرمج من الشباب المصريين علشان الرئيس كان هيصرف على كل واحد 30,000 دولار علشان يوصلوا ان هو مبرمجين، ودي رؤيه سليمه مليون في الميه، لان ال 30,000 دولار ممكن يعملوا لك 30 مليار في السنه. لان كل واحد من المبرمجين دولت بيقدر يعمل برمجيات على مدار السنه لو هو صح في حدود المليون دولار. فانت بتعمل مليون دولار في 30,000 واحد، فانت تقدر تجيب 30,000 مليار دولار من ال 30,000 شخص دولت. لما اتعملت المسابقه الرئيس هو اللي قال ما قدرناش نجيب الا 110 بس هم اللي تنطبق عليهم المواصفات من ضمن 300 تقدموا. وال 300 اللي تقدموا هم عباره عن ايه؟ خريجين هندسه، خريجين حاسبات ومعلومات، خريجين. معنى كده ان انت عندك نظام تعليمي ما بيديلكش المخرج اللي يقدر يجي يشتغل على الاستثمار الاجنبي المباشر. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما انت عندك مجموعه قوانين ولوائح والكلام ده كله بنقول نافذه موحده علشان يخش منها. تاني المستثمر الاجنبي ما بيخشش على انتري، على ايزي انتري. المستثمر الاجنبي بيخش على ايزي اكزيت. هو بيخش علشان يخرج، ما فيش حاجه اسمها بيخش علشان يشرب من مالها ولا يشم هواها ولا يقعد فيها ولا الكلام ده كله. ده كلام ملوش. المستثمر الاجنبي بيخش ولازم يكون متاكد ان هو هيعرف يخرج، ولما هيعرف يخرج هيخرج على كام؟ ما ينفعش المستثمر الاجنبي يجي يخش البلد على دولار ب 8 جنيه وهو خارج يلاقي الدولار بقى 25 جنيه. اللي كسبوا في العمليات الانتاجيه بالكامل والاستثماريه بالكامل خسروا في فرق سعر صرف. لما بنيجي نقول للمستثمر الاجنبي ان احنا بنعمل فلوتنج او بنعمل تعويم للجنيه المصري وان احنا هنسيبه للسوق، المستثمر الاجنبي مش هيجي لك. المستثمر الاجنبي هيقول لك لا الناس مش فاهمه حاجه. الناس دي فاهمه، لازم تفهم ان انا لازم اتاكد من سعر الصرف اللي انا هخرج عليه قبل ما اخش. ليه؟ لان انا مش هيطلع عيني 10 سنين واشتغل. لا فرق سعر كبير كان بيعمل حاجه. اللي كسبته على ارض الواقع خسرته في العمله. بالتاكيد. من الحاجات برضو المؤلمه جدا 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 في الاستثمار الاجنبي المباشر اللي هو بنقول عليه اللي هو المخاطر بتاعت الدوله. المخاطر بتاعت الدوله بتصب في ثلاث انواع من المخاطر. مخاطر ماليه يمكن التحوط ضدها،
مخاطر اقتصادية يمكن التحوط ضدها ونخش لو في مخاطر مالية اقتصادية، ومخاطر سياسية لا يمكن التحوط ضدها. لو لقينا مستوى المخاطر السياسية مرتفعة ما بنخشش. رأس المال الأجنبي ما بيجيش لأنه لا يمكن التحوط ضدها المخاطر السياسية. أكيد الاستقرار مهم. يمكن برضو في الاستثمار يعني دكتور حسن اتكلم في نقاط هامة جدا، ولكن برضو ايا كانت القوانين حتى يعني مش شرط ان يبقى في قانون قد ما هو شرط ان يبقى في روح الاستثمار، ان يبقى القائمين على مسألة الاستثمار فاهمين الهدف من الاستثمار ايه. مش مستثمر مثلا جاي عشان يسرق البلد، ومستثمر جاي عشان او طول الوقت يبقى في تربص ما بين الدولة والمستثمر. وده اللي اكد عليه السيد الرئيس ان المستثمر ياخد تسهيلات مقابل ان يبقى في عائد من خلال هذا الاستثمار، واللي اتاكدنا يعني ان لابد ان يكون استثمار مباشر وليه ناتج. يعني خلينا نطلع تقرير للصحافة بعد كده نستكمل هذا الحوار. ابقوا معنا. الدكتور أشرف غرابة الخبير الاقتصادي أشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي منح فرصة لخبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال لطرح مقترحاتهم ووضع حلول ابتكارية علمية سريعة قابلة للتنفيذ للقضايا الاقتصادية، موضحا أن المؤتمر كشف حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وأظهر قوة وصمود الاقتصاد المصري في تحمل الصدمات. في حين أشار طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن هناك الكثير من المقترحات والرؤى لجذب المستثمرين، والمؤتمر الاقتصادي يوفر فرصة من خلال الاجتماعات إلى تقديم أفضل الأفكار والحلول التي تدفعنا إلى أفضل المسارات والوصول إلى حلول تعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري. وفي صحيفة الشروق النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أكد على أهمية طرح أوجه دعم وتحفيز للاستثمار بمنطقة شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصفتها قاطرة التنمية الصناعية التي تجذب مزيدا من الاستثمارات، مشيرا إلى أن المؤتمر فرصة للترويج والتعريف بمشروعات المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكاناتها والاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يسمح لمنتجاتها بالنفاذ للأسواق العالمية. بينما أكدت صحيفة الاتحاد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خريطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. كما شهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية. وأخيرا في تقرير لصحيفة البيان بعنوان مؤتمر مصر الاقتصادي يستشرق الأولويات، ألقت فيه الضوء عن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، موضحة أن المؤتمر تناول موضوعات مرتبطة بالسياسات الاقتصادية ويستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية والأولويات الوطنية. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. دكتور حسن خليني هنا اتكلم على اشكاليه دايما بيتحدث عنها السيد الرئيس، هي مساله اشراك القطاع الخاص في الاستثمار. يعني وانا بتحدث عن القطاع الخاص بقى يعني بالتاكيد الاولويه للقطاع الخاص المصري، يعني هل نفس المحاذير او نفس المخاوف اللي اتكلمت عنها بالنسبه للاستثمار المباشر الاجنبي هي موجوده برضه لدى المستثمر المحلي؟ هي موجودة، وبيبقى فيه المؤشر استثمار المحلي المباشر ده من ضمن المؤشرات اللي احنا بنبص عليها من بره. لما بنشوف ابن البلد بيستثمر في البلد اكتر بنيجي، لما بنشوف ابن البلد بيستثمر اقل في البلد دور القطاع الخاص بيتقلص في الاقتصاد اللي هو هيعمل ايه. فدوت من ضمن المؤشرات حجم القطاع الخاص في الاقتصاد بتاع الدولة، هل هو بينمو مع الاستثمار الاجنبي، بينزل الاستثمار الاجنبي المباشر، بيديله امان. لان خلي بالك يا فندم في معظم الاحيان او في احيان كتيره جدا الاستثمار الاجنبي المباشر ما بيحبش يجي كجرين فيلد انفستمنت، ما بيحبش يجي من الزيرو، هو بيحب يجي على
كاستمر بيز. يعني يعني انا عندي شركه شغاله والشركه ديت عندها كلاينتس عندها عملاء، العملاء دولت 100,000 عميل بيتعاملوا ويا الشركه، بس الشركه ديت مش عارفه تجيب منها تجيب منهم الايرادات الكافيه الكلام ده كله. فبيبقى افضل شكل من الاشكال ان هو الاستثمار الاجنبي المباشر بيخش يستحوذ على شركات في مرحله من مراحل تطورها، ما بياخدهاش بعد ما بتكون دخلت البورصه وبعد ما بتكون استقرت وبعد بتبقى لارج كاب وبعد الكلام ده كله، لا هو بياخدها كبرايفت ايكويتي. في حاجه كده بنسميها برايفت ايكويتي، بيخش يستحوذ على الشركات علشان بعد كده بيحولها من الميد سايز اللي هو حجم متوسط للحجم الكبير. ولما بيحولها من الحجم الكبير بيروح يحطها في البورصه وبيخرج، لانه بيبقى اسهل اكزيت للبورصه. فمن ضمن الحاجات برضو اللي ما بتجيبش استثمار اجنبي اللي حضرتك بتقول عليه ان البورصه بتاعتك ديد، ان انا اسهل طريقه للخروج ما بقتش موجوده. طب لما نبص على المستثمر المحلي، وهو المستثمر المحلي، بص يا فندم، المستثمر الطعم محلي هو اجنبي محلي الكلام ده كله، احنا بندري علشان المستثمر الاجنبي عشان نكبر حجم الاقتصاد. بس لما تلاقي المستثمر المحلي بتاعك بيخرج بره الاقتصاد، لما تلاقي ان الاستثمار الاجنبي المباشر اتقلب بالنيجاتيف، ومش الاستثمار الاجنبي غير المباشر اللي هو الهوت ماني، لا احنا كان في الاستثمار الاجنبي المباشر ان هو يتقلب بالنيجاتيف في فتره من الفترات، ده مؤشر خطر جدا. الاولى بالرعايه هو المستثمر الوطني، المستثمر وبالتالي هو ده اللي هيتم هيجذب، هو اللي هيجذب اللي بره، هو ده اللي هيجذب. خليني دكتور حسن، يعني يمكن المؤتمر فيه مجموعه كبيره من رجال الاعمال، ما يعني مسؤولين في الدوله، وهنا يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني عايز اقول طالما في دائره مستديره فيها ناس بتتخذ قرارات وفيها ناس بيؤثر عليها هذه القرارات اللي هي مجموعه رجال الاعمال او مجموعه الاعمال، والكل بيقعد يسمع للمشكلات والدوله تسمع لمشكلات المستثمرين ورجال الاعمال، ليه في الاخر بيبقى في جهد كبير قوي بين مجتمع رجال الاعمال والقوانين اللي بتخرج؟ لان اللي حط القوانين مش رجال اعمال، بس هم اتناقشوا معاهم. يعني الهدف من المؤتمر الاقتصادي هي، انا يعني ما اعرفش حضرتك توضح لي المساله دي، هي حلقه نقاشيه. انا شايف رجال الاعمال بيتكلموا والمستثمرين بيتكلموا وبيقولوا المشكلات اللي بتواجهنا كذا كذا كذا، في وجود وزير الماليه وفي وجود رئيس البنك المركزي والتخطيط ورئيس الوزراء فبالتالي خلاص طالما عرفنا المشكله يبقى سهل الحل. لو عايز احل ازاي مش عايزين نحل؟ يعني هل المشاكل دي احنا مش عارفينها؟ هل الثمان محاور الثمان مجموعه اسئله اللي بتوجه لكل مجموعه من المجموعات الاقتصاديه وكل وزير من الوزارات احنا مش عارفينها؟ هو احنا مش عارفين ان احنا عندنا مشكله في سعر الصرف؟ هو احنا مش عارفين ان سعر الصرف اللي موجود عندنا في سعرين صرف موجودين في السوق، ولا يمكن هيبقى في سعر صرف موحد موجود في السوق؟ هو احنا مش عارفين؟ هو احنا مستنيين الدكتور حسن او الاستاذ حسن عبد الله ان هو يطلع علشان يقول ان مشكلتنا مشكله تضخم مش مشكله سعر صرف؟ هو احنا مش عارفين ان التضخم جاي من السبلاي سايد انفليشن مش من الديماند سايد انفليشن؟ ولا ساعتها الحقيقه يا فندم؟ انا عندي طلبه مسجله، كانت مسجله من 5 سنين في السبلاي سايد انفليشن اللي حسن عبد الله بيتكلم فيه امبارح. احنا بنتكلم الكلام ده من زمان. المشاكل دي موجوده، المشاكل بتاعت الاستيراد وعدم التحكم في العرض. خلينا دكتور نقول ان في ازمات عالميه، هي الازمات العالميه ساهمت ان الموضوع دوت يطلع بقوه، بس الموضوع ده احنا كنا بنحذر فيه. بس التضخم ده مش موجود في مصر لوحدها دلوقتي يا دكتور، ايوه في كل العالم، بس يطلع اكتر. يعني التضخم اللي موجود في العالم كان بكام؟ في 9.5%. التضخم اللي عندك كام؟ المعلن 15%. طب الحقيقي كام؟ سلة المنتجات اللي انت بتسعر على اساسه وبتحدد على اساس التضخم، السلة ديت مكوناتها شكلها ايه؟ هل هي تعبر عن الاقتصاد؟ هل تعبر بالكامل عن الاقتصاد؟ ده انت الدولار لوحده في السوق بره غير البنك 20% فرق. نحل المشكلة دي ازاي يا دكتور؟ يعني نحل المشكلة، ممكن نحل مشكلة التضخم ازاي؟ طيب بص يا فندم، التضخم مش لا يمكن التضخم ان هو يتم حله الا من خلال الانتاج في الداخل، زياده الانتاج.
الانتاج في الداخل العرض يبقى زياده. لا مش حكايه العرض يبقى زياده. الحكايه عندك ان انت بتعمل باكورد انتجريشن، بترجع لورا علشان تشوف مواد الخام اللي موجوده عندك وتعظم عليها. ان انت تعمل صناعات تتكيف مع الاقتصاد بتاعك. ما ينفعش تعمل صناعات يفندم المدخلات بتاعتها 70% مستورد، ده هيزود لك التضخم، هيزود لك مستلزمات الضغط على العمله اكتر، هيزود لك الجيب. يعني بص يا فندم، في المتوسط، والارقام دي ارقام الدوله مش ارقامي انا، في المتوسط المكون الاجنبي في المنتج المحلي بيتجاوز 70%. يبقى انا ازاي ازود المكون المحلي في المنتج المحلي علشان اقدر اسيطر على الضغط اللي موجود على الدولار دي وسيطر على التضخم؟ ده اللي مطلوب. طب اعمل ايه؟ طب اسم التكنولوجيا ده يعني نقدر نقول ده هي معظم هل ساعتك انا قلت لك في الاول ان انا بندور على الشركاء التجاريين بتوعنا اللي انا بستورد منهم واحاول اوطن صناعته عندي وافتح له الاسواق بتاعت افريقيا واديله امتيازات. قد تكون الامتيازات اعفاء ضريبي كامل، ضريبه اربع شركات. بس يا فندم الدول ما بتدارش على الايراد المباشر، الدول بتدار على الايراد الغير مباشر. تاني وزير الماليه، الدوله بتدار على الايرادات الغير مباشره مش الايراد المباشر. الايراد المباشر يعني دخلنا في الدخل والضرايب. هقول لك طب اوصلها بس الفكره الاجراميه. انا مستثمر اجنبي هيجي يحط عندي مليار، هيعمل مليار مبيعات، بقول له انا عايز منك 225 مليون ضرايب. قال لك مش جاي. طيب مش جاي، انت ما بقاش عندك 225 مليون. بس لو جه هيعمل لك مبيعات بمليار، حلو؟ هاخد 14% ضريبة قيمة مضافة، يبقى انا كده رجعت 14% من 22.5، صح؟ هيكل الاجور بتاعه اللي موجود شكله ايه؟ بيدفع اجور في حدود ال 4 جنيه، بيدفع اجور في حدود باخد ضريبة على الدخل، باخد التأمينات وباخد المعاشات وباخد الضريبة على الدخل وباخد باخد باخد، فبلاقي نتيجة ان هو دخل واستغرقت على 22.5%، لقيت يا فندم ان انا عملت 30-40% في سلاسل الامداد. ما هو اللي هو بيودي له ده الماده الخام، واللي بيودي له بيودي له بيودي له بيدفع ضريبه. بيستسهلوا بقى، هنعمل ايه يا دكتور؟ ما هو مفيش حاجه اسمها استسهال. ما هنعمل ايه؟ الاقتصاد ده يدار على الاستسهال، هو الاسهل حاجه ان انا بياخد كذا يقسم منه كذا. ما ينفعش يا فندم العالم كله يشوف وزير الماليه بتاعي بيقول هتعمل ايه؟ هتسلف. طب لغايه امتى؟ لغايه ما صندوق النقد الدولي مش عايز يسلفنا، وصندوق النقد الدولي مفوضاتنا صندوق النقد الدولي مش عشان احنا عايزين صندوق النقد فلوس، احنا ما احنا عايزين ان احنا ناخد مصداقيه ان احنا نستلف تاني. ده الكارثه ان احنا مش عايزين صندوق النقد الدولي 5 مليار اللي بيزيد لنا بيهم، احنا بنستسقف رايحين لصندوق النقد الدولي عشان يدينا 3 مليار 5 مليار عشان نقدر نصرف على اخيرا. دكتور كيف تنجو مصر باقتصادها في ظل هذه الازمات؟ يعني يمكن نقول كده نقاط سريعه. ممكن البص يا فندم، مصر اكبر من هي تقع. لا تقع دي لا، ولا هتقع اكيد. واللي بيحلم ولا بيخطر على باله من الدوله دي هتقع اقتصاديا مش هتقع. تنور الدوله الاقتصادي مصري تنوع الثقافات دي موضوع تاني، تنوع الفكر وتنوع المستويات التعليميه الموجوده في المجتمع المصري تحمي المجتمع المصري اكيد. لكن زي المجتمعات الثانيه هشه جدا 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 جدا، اي خطه في المجتمع تقع. بس يا فندم قد يكون الحل، ما هو الحد العفيف يصرفه. انا محضر لا انت جاي تصرفني انا الحد العفيف يصرفه ازاي يا فندم؟ انا في الصناعه عندي مشاكل في الصناعه. هو مين قبل بالصناعه؟ اهل الصناعه صح. يقعدوا لهم وزير هم مش متقبلينه. طب يا اهل الصناعه اقعدوا مع بعض، وانت يا غرفه تجاريه صناعيه طلعي لي وزير من عندك، حطي لي خطه انت ويجيبي لي يمثلك انت يصنعها علشان يطلع لي النتائج دي ويطلع لي النتائج ببرنامج عمل محدد المده ونتائج متفق عليها. بعد كده ما تفتحش بقك يا تجار. التاجر بتاعكم اطلع وزير التجاره من وسط التجار، هم اللي ينتخبوه هو يطلعه لي. خد دوت احسن واحد فاهم انا البيزنس بتاعك يا تاجر شكله ايه وعارف مشاكله ايه، عارفها ان اوت. اجيب في السياحه نفس الحكايه، انا اجيب واحد وزير سياحه من اي حته مش هقول منين. طب ما اهل السياحه اضرب اكفأ واحد موجود في السياحه اللي يقدر يخلي السياحه ديت النظر الاول للدخل وهكذا. طالما ان احنا مش عارفين او مش قادرين نوصل بافراد معينين ان هم يعملوا المستند في الاخر خالص، طب هات بقى اهل كل او اللي بيتضرروا او اللي بيستفيدوا من كل وزاره هم اللي ينتخبوه الوزير بتاعهم اللي هحطه في الوزاره، بس يجيب مايسترو اقتصادي
بالتأكيد. يمكن دكتور حسن يعني نفس فكرة أو الفكرة اللي أكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مسألة إن ده وطننا ولا بد من المكاشفة وأن تكون الأمور واضحة. كلما كانت الأمور الاقتصادية واضحة زيها زي أي أمور اقتصادية اجتماعية صحية كلما كان من السهل إيجاد حلول ليها. نحن في وضع يعني بالتأكيد في أزمة زينا زي دول العالم الكبيرة يعني زي الصور اللي بتيجي من ألمانيا من إنجلترا من فرنسا يعني، ولكن قادرين إن شاء الله زي ما أكد ضيف الدكتور حسن على عبور هذه الأزمة من خلال المكاشفة والمصارحة وإيجاد حلول حقيقية لهذا الاقتصاد المصري القوي والقادر على عبور كل الأزمات. في نهاية مساحة الرأي بتوجه بالشكر لضيفي الكبير الدكتور حسن الصالح أستاذ اقتصاديات التنمية بجامعة القاهرة. بشكرك دكتور نورتنا. أهلا وسهلا يا فندم. وشكر للسادة المشاهدين على حسن المتابعة. أتقاكم دائما على خير. إلى اللقاء.